متى سنجد نقطة ماء نكاد نموت من العطش؟ أشعر وكأن الدم قد جف في عروقي. كلنا نشعر بالعطش، اصبر حتى نجد قرية ماء. كن صبورا يا علي بابا. سندباد، أرى قرية. علي بابا، انظر إلى القرية هناك. ها؟ إنها بئر ماء. سأطفئ عطشي، الحمد لله. قبل أن تشرب اسأل أهل القرية. لا تأبه لذلك، نستطيع أن نأخذ ما نريد من الماء. ماذا تفعل هنا؟ أرجو المعذرة، لم أنتبه، نحن مسافرون ونريد فقط شربة ماء. أرجوك. للأسف هذه البئر جافة. اللعنة، لماذا لم يقل ذلك من قبل؟ أين نجد بئرا فيها ماء؟ لن تجد، كل الآبار في هذه المنطقة أصبحت جافة. على كل، هنالك بعض الماء اشتريته من بائع الماء، تعالوا معي نتقاسمه فيما بيننا. لم يكفني الماء الذي شربته، طعمه غريب. الحقيقة هذه الماء هي ماء للري. ماء الشرب يكلف غاليا في هذه المنطقة، والفقراء مثلي لا يمكنهم أن يدفعوا ثمنها. من قبل كنا نعثر على الماء في كل مكان، ولكن منذ سنتين جفت كل الينابيع ولا نعرف السبب. منذ ذلك الوقت ارتفع سعر الماء وأخذنا نشرب مياه الزرع. إنها مشكلة ولا شك، ولكن لماذا لا تجرون الماء بأنفسكم بدل أن تشتروه؟ كنا نتمنى ذلك، ولكن أين نجد الماء؟ اسألوا بائع الماء. بائع الماء لن يدلنا أبدا إلى مصدر الماء، ثم إنه حاكم المنطقة منذ سنتين. إنه ظالم، كيف يمكن أن يكون الإنسان بلا رحمة؟ ونحن لا نقدر أبدا أن نجابهه، فأنا مثلا لم أستطع في أحد الأيام أن أدفع ضريبة الماء. أرجوك اترك ولدي، لا تأخذ، أرجوك سأدفع ضريبة الماء دون تأخير. أسكت، لم أتي إلى هنا لأسمع توسلك. خذ الولد بعيدا. لا، أبي، لا أريد أن أذهب معك. لا لا، لقد أخذ منا حتى الآن عشرات الأطفال. كل هذا لأنكم بدون ماء. بحثنا كثيرا ولكننا لم نعرف من أين يأتي هذا الرجل بالماء. علي بابا، لنحاول البحث عن الماء. حسنا، لنحاول. أنا أشك في أمر هذا الظالم. إنه ماء زلال، وسنرفع سعرهم مجددا. هذا ماء للري، وهذا للغسيل، وهذا ماء منعش نقي للشرب. هيا تقدموا واختاروا، هنا تباع المياه العذبة الخاصة، اشتروا منها الآن، لا تنتظروا، فغدا ربما لا تجدون عندي ماء. هي، كنت تنادي على المياه العذبة الخاصة، ها؟ ما هي؟ أنت غريب، هذا يعني أفضل مياه مثلجة في المنطقة كلها. مثلجة؟ هذا جديد، فعلا جديد، من أين تحصل عليها؟ إذا أخبرتك من أين سيجلدني الحاكم، وإلا اذهب من هنا بسرعة، لا تبقى، هيا أسرع أسرع. أرجو المعذرة. رجل سخيف، هل سمعت ما قال؟ إذا كانت حقا مياه مثلجة فهذا يعني أن مصدر الماء قريب جدا. يعني لو كانت بعيدة لما كانت باردة. هذا صحيح. انتبهوا، هرب الولد. توقف، لا تبتعد يا شقي، تعال هنا. تعال، أرجوك دعني، دعني أرجع إلى بيتي. اسكت ولا كلمة. تعال، تعال معي. كلا، النجدة، النجدة.
ومن تكون أنت؟ إنه ولد مسكين، كيف تعامله هكذا؟ لا تتدخل فيما لا يعنيك. هذا الولد سيخدم في بيت الحاكم لأن والده لم يدفع ضريبة الماء. إذن دعني أعمل عوضا عنه. أرجوك اسأل الحاكم. تريد أن تعمل عوضا عن الولد؟ قل لي، هل أنت الحاكم؟ قل أنا عوض الحاكم. اسمي سندباد، أرجوك خذني مكان الولد، أرجوك لا ترفض طلبي. ولماذا تريد أن تعمل مكانه؟ لا شك إذا أجبرت إنسانا على العمل فلن تنال منه أي نتيجة، وأنا سأفعل ما تريد حتى نقل المياه. أنت على حق وستكون لي أكثر فائدة. أطلق سراح الولد وأخذ مكانه سندباد، هيا. تبا لك من ولد شقي وقح. والآن بعد أن اتفقنا توجه يا سندباد إلى بيت الحاكم، هيا. عظيم، استطاع أن يدخل بيت الحاكم. لكني لست مطمئنة، هل تعتقد أن سندباد سيكون بأمان؟ لست أدري، لنسأل للولد كيف تسير الأمور داخل البيت. ماذا قلت؟ لا يوجد أولاد يعملون في بيت الحاكم؟ نعم، كنت أنا الوحيد في البيت ولم أرى ولدا غيري. غريب، وعشرات الأطفال الذين أخذوهم من قبل أين هم يا ترى؟ لابد أصابهم مكروه. يا إلهي، يجب أن نصل لإنقاذ سندباد قبل أن يلقى المصير نفسه. هيا هيا. غريب أن يكون الماء غزيرا في هذا البيت فقط، كيف يصل إليهم يا ترى؟ ها أنت؟ ماذا تفعل هنا؟ إني أنا هنا أنقل الماء. أين البئر؟ ألا تدلني عليه؟ كنت أنتظر ذلك. سندباد، جئت إلى هذا البيت لتبحث عن مكان المياه، أليس كذلك؟ إن كنت تريد أن تعرف سأخبرك، أنا استخدمتك لأخذك إلى مصدر الماء. هيا اربطوه. دعوني، ماذا تفعلون؟ دعوني. دعوني دعوني دعوني. سندباد انزل إلى البئر، هيا. إلى البئر؟ توقف توقف. اسقط ولا تقاوم. لا. عدت إلى وعيك، سأخذك حيث تريد أن تذهب. اسكت، امشي بصمت. لا تضحك، إلى أين تأخذني؟ إلى حيث يوجد الماء، هناك تنتظرك ضفادع الثلج. من ينتظر؟
ينتظرني هناك؟ ناطور الثلج ينتظرك هناك. من؟ ناطور الثلج؟ إنه يحب الأولاد مثلك. أنا أجلب له الأولاد الصغار وهو يزودني بالماء في الأنابيب حتى بيته. إذن أنت أخذت عشرات الأطفال إلى... نعم أرسلتهم إلى ناطور الثلج. إلى هذا الحد تحب المال كي تقوم بهذه الأعمال المخيفة؟ أفعل أي شيء من أجل المال. أنا طلبت من ناطور الثلج أن يجعل كل آبار القرية تجف. لو بقيت المياه في الآبار لم أستطع أن أبيع الماء. ما بالك يا سندباد؟ أراك ترتجف، هل أنت خائف؟ لا لست خائفا، لكن أشعر بالبرد. طبعا تشعر بالبرد، فنحن اقتربنا كثيرا من بيت ناطور الثلج. هيا الناطور بانتظارك، اذهب. رسول الحاكم، كنت بانتظارك، ماذا تجلب لي هذا الفتى؟ نعم يا ناطور الثلج، أحضرت لك هذا الفتى هدية كما وعدت، وأطلب منك الآن بالمقابل بعض الماء كالعادة. أعرف أعرف، هيا اذهب، أنسيت أنني أكره النار. انتظر يا فتى، ابق هنا بالقرب مني. أنت ولد لطيف، كم أحب الصغار، أرتعش فرحا حين أشاهد واحدا منهم. وأنا أرتعش أيضا من البرد. هل تشعر بالبرد؟ ذاك الرجل بارع، إنه يجمع لي أشياء المفضلة. أشياءك المفضلة؟ نعم، ألذ ما عندي رؤية الأولاد. ألذ ما عندي رؤية الأولاد بعد أن أحفظهم مجلدين في الثلج. أيها الفتى، أنت الولد الخمسون، سأحفظك بالثلج وأتمتع برؤيتك. ستكون اليوم واحدا من أجمل أعمالي. سندباد! سندباد ياسمينة، اهرب بسرعة. ما هذا الطير الغريب؟ ياسمينة اهرب بسرعة واخبري علي بابا وعلى أدين أن ناطور الثلج يكره النار. هذه نقطة ضعفه، تذكري. لا أقدر، الناطور يخلفني في الطريق المؤدي إلى باب البيت. مسكينة هذه العصفورة، لن تستطيع الخروج من هنا، ستصبح قطعة من الثلج. الولد الخمسون، نهاية جديدة. Thank you.
الأمر. لنبحث عن عدة فتحات. انظر. عظيم. علي بابا، سندباد هنا مجلد في الثلج. سندباد! 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 أنا آت إليك، تشجع! سندباد! أين أنت؟ أين أنت؟ كل شيء جاهز الآن؟ علي بابا! كل شيء جاهز! هيا! كل شيء يسير على ما يرام. يا ناطورة ثلج، اخرج! لماذا لا تخرج؟ هل تخاف من علي بابا؟ ما يحدث هذه الضجة؟ أنتم من أقارب الفتى؟ نعم، السيد علي بابا جاء ليخلصه. اخرج وجابهني هنا. أين أنت؟ هنا هنا. ماذا تفعل؟ أنا هنا. تبا لك. اقترب من هنا. من هنا فتى سريع. أنا هنا. هيا ارموه بالنار. النار. ارفعوا واخفضوا النار. يوم ما سأنتقم منه، لا تنسى ذلك. سأنتقم. سأنتقم منكم جميعا يوما ما. سندباد! علي بابا! الحمد لله، لقد نجوت. ماذا؟ لم تجر الماء بعد؟ لا أسمع شيئا. غريب، لماذا لم يرسل الناطور الماء بعد مع أنه وعدني بذلك؟ Yeah.
هكذا عادت المياه تتدفق إلى القرية، وعاد إليها الازدهار والرفاه، كل ذلك بفضل سندباد وأصدقائه علي بابا وعلاء الدين، وطبعا ياسمينة.